وقعت المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين وجامعة الخليج العربي اتفاقية تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الطرفين. نعم، وقال الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن هذا التعاون ينبع من قناعة راسخة لدى الطرفين بأن تضافر الجهود في هذه المرحلة يعطي أملا بمستقبل صحي أفضل. بدوره قال الدكتور عبد الرحمن يوسف إسماعيل نائب رئيس جامعة الخليج العربي أن هذه الاتفاقية تأتي لتواصل مسيرة نجاح مشترك بدأت منذ إنشاء جامعة الخليج العربي. كما أكد الجانبان أن الاتفاقية تهدف إلى استثمار ما يسخر به الجانبان من خبرات وإمكانات بما من شأنه المساهمة في تطوير المنظومة الصحية وبناء الكوادر الصحية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي. تأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من الالتزام المتبادل بين كل من جامعة الخليج العربي والمستشفيات الحكومية نحو التميز في الرعاية الصحية والتدريب السريري، وهما المهمة الأساسية لكلا الطرفين.